نعم. المؤمن دائما يتفاءل، مفهوم؟ اي نعم. طيب، بعد هذا ذكرنا الاستسقاء بالانواء وطلب السقيا من النوع من النجم، وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ذهبت الانواء وجاءتنا المنخفضات الجويه. تقول هذا الفصل يكثر نزول الامطار في الجزيره العربيه باذن الله، نسال الله من فضله. اما تقول هذا لا يخطئ نوعه، هذا عمل جاهلي. اذا اعتقد تاثير بذاته اكبر يعتقد انه سبب اصغر. وعلم النجوم قلنا ينقسم الى قسمين: تسيير وتاثير. تاثيرا يعتقد ان النجوم لها علاقه بالحوادث الارضيه، اما التسيير وعلاماته وبالنجم هم يهتدون. خلق الله سبحانه وتعالى النجوم لثلاثه اشياء، هذا فيما علمنا الله سبحانه وتعالى: زينه للسماء، ونجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تاول غير ذلك علم التاثير اخطا واضاع نصيبه. يضيع النصيب بالكليه اذا اعتقد تاثيرها بذاتها، يضيع بعض النصيب اذا اعتقد انها سبب وليست بسبب. لا اقسم، تنبيه، لا للتنبيه انتبه، اقسم لله ان يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا ان نقسم الا بالله. لا اقسم بواقع النجوم. النجم مخلوق، حتى هو النجم ما اختار موقعا لنفسه، الله سبحانه وتعالى خلق النجم ووضع له مكانا يكون فيه. كيف تجعل هذا النجم هو الذي ينزل المطر؟ وتجعلون رزقكم وتجعلون ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به، إما شركا أكبر على اعتقاد أن النجم هو المنزل المطر، أو شركا أصغر على اعتقاد أنه سبب وهو ليس بسبب.